بالرباط افتتحت اليوم أشغال الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية الذي اختار فتح نقاش حول موضوع النموذج التنموي بمشاركة خبراء من الحزب وخارجه، والهدف بلورة معالم نموذج تنموي جديد المواطنين. الروبورتاج عبد الحميد المرابط ومروان كباس. أي نموذج تنموي جديد؟ سؤال التأم من أجل اقتراح أجوبة عنه ثلة من الأساتذة والخبراء في رحاب الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية. محطة فكرية لا تروم فقط تشخيص ثغرات النموذج التنموي الحالي، بل تتجاوزه إلى اقتراح معالم سياسة اقتصادية واجتماعية بديلة. اي نموذج خص يوضع الانسان في صلب المسلسل التنموي، وخص الاقتصاد يكون الهدف ديالو هو انه يخلق فرص العداله الاجتماعيه والعداله المجاليه. المدخل الثاني هو نمو اقتصادي مضطرد وقوي بدور للدوله في توجيه الاقتصاد. سنحاربوا كل ما يتعلق باقتصاد الريع واقتصاد الاستثمار في العقار، ونعتنيوا بالجانب الانتاجي. هذا جانب اساسي، ثم الجانب الاجتماعي، القطاعات الاجتماعيه وما ادراك ما القطاعات الاجتماعيه، وهنا كاين البيت القصيد فيه خصاص، وحنا كنعتبروا الاستثمار في القطاعات الاجتماعيه هو بمثابه يعني استثمار منتج. المشاركون في هذه الجامعة اعتبروا النماذج التنموية المعتمدة منذ الاستقلال إلى الآن استنفذت إمكانياتها، ولتجاوز هذا الوضع يقترح الحزب بلورة نموذج جديد يحقق ثلاثة أهداف: ضمان حماية الاستقلال الاقتصادي، تحسين مستوى عيش الساكنة، وإقامة حكمة ديمقراطية. هناك حاجة إلى إعادة النظر في مفهوم الحزب السياسي ودوره في علاقته مع المجتمع، ودوره كذلك داخل المكونات الجوهرية للدولة. فإذا منطلقنا للحكامة الديمقراطية هو أن تكون هناك نظام ديمقراطي سليم وقائم محترم. اختيار النموذج التنموي موضوعا للجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية خطوة لفتح نقاش حول هذا الموضوع، وإلهامات من أطر الحزب وخارجه في أفق بلورة معالم نموذج بديل.